مساء الخير. طلاب من 6 مدارس زحلية عم بيشاركوا معنا مشكلين 12 فريق، كل واحد مؤلف من 6 طلاب، تيتنافسوا حول مواضيع بتتعلق بتاريخ زحلة وشعرائها وكرة قدم لعام 2016 وسينما ومسرح الرحابنة وسرعة البديهة. منرحب بالمشاركين وخلونا نتعرف عليهم سوا. نبدأ معكم، عرفونا عن حالكم. ماريانا راجي. أي مدرسة يا ماريانا؟ إنجيلية زحلة. شربي المطران سانت فامي زحلة. محمد الخطيب اليسوعي. يارا كفور يسوع الملك. ميراي شنعة معهد يسوع الملك. موريليا كيوان أنطونية زحلة. لين الماس يسوع الملك. ستيفاني مغربي إنجيلية زحلة. نبيع حجيري يسوع الملك. جواد أبو ديال يسوعية. جورج أصوف الكلية الشرقية. ياس سلوم إنجيلية زحلة. كلوي بوهيلا أنطونية. ريم شكر الكلية الشرقية. هبة شكر الكلية الشرقية. ريان ماجدالين الكلية الشرقية. لورد نخلي سانت فامي زحلة. ياس الأحمر الكلية الشرقية. أهلا وسهلا فيكم جميعا معنا بالليلة. جاهزين للتحدي؟ حاضرين منيح؟ جاهزين. نبدأ معكم. نبدأ مع الفريق جي، وأول سؤال بالتاريخ عن زحلة. أين خيم الجيش الفرنسي في منتصف آب 1860؟ بأبل ياس والمدايرج. أبل ياس المدايرج. صح، أول علامتين لإلكن. منتابع مع الفريق أش، والسؤال من أسس عام 1785 مدرسة مار يوسف في حي يوسف؟ الآباء الأنطونيين. الآباء الأنطونيين. صح، برافو. كمان علامتين لإلكن. السؤال هلأ للإي، بماذا كافأ الوزير العثماني فؤاد باشا يوسف بيك كرم قبل مغادرته لبنان؟ ما في جواب؟ عينوا قائم مقام على النصارى بدل من الأمير بشير أحمد. دقيقة. أعطاه منطقتين كسارة وتعنايل. هي صح. برافو. علامة لإلكن. صار معكم 3 علامات. ومنتابع معكم بالسؤال التالي عن التاريخ. من أسس مدرسة مار الياس التوق عام 1755؟ متدياس صليبة. لا بدي مين أسسها يعني، أي رهبنة إذا بديك. الرهبنة شويرية. صح، برافو. علمتين لإلكن، صار معكم 5 علامات. منتابع مع الأش، والسؤال الثاني بالتاريخ عن زحلة. من أنقذ أسعد نكد وإبراهيم الدياب المعلوف ونجيب إبراهيم المعلوف من الشنق بعد إلقاء القبض عليهم من قبل جمال باشا؟ نائب مدير عام صرفية. شو يا أستاذ؟ مش نائب مدير عام، وبدنا اسمه. شو اسمه؟ بس ما مش نائب المدير كمان، مش هيك سألت. عندكم جواب؟ يوسف الحكيم. ايه يوسف الحكيم. ايه هلا امين عام المتصرف. امين عام يوسف الحكيم، امين عام المتصرف وصديق زحلي. علامه لفريق جي، صار معكم 6 علامات. برافو. السؤال للإيه، من هو العضو الكاثوليكي في مجلس الإدارة من زحلة الذي قدم استقالته؟ قدم استقالته من مجلس الإدارة عقيم العثمانيين. الحوايي
في جواب؟ عبد الله ابو خاطر. ما في جوابك لنعرف الجواب. عبد الله ابو خاطر. صح. هم مش مكتوبين بالجواب. علامة للاش وعلامة للجي. من تابية مع الجي. والسؤال: استخدم جمال باشا إلى ديوان علي العرفي 20 زحليا من خيرة المواطنين بأي تهمة؟ خيانة للسلطنة العثمانية والتعاون مع الثورة العربية. حضرة منيح حياتك. برافو، علامتين لإلكم. صار معك 9 علامات. برافو. سؤال للقش: في تموز عام 1919 قابلت اللجنة الأمريكية الوفود الزحلية المختلفة وشاهدت جماهير المتظاهرين المطالبين بماذا؟ استقلال لبنان الكبير تحت حماية الفرنسيين. استقلال لبنان الكبير تحت حماية فرنسا. بيطلع لكم علامتين، صار معكم 5 علامات. ننتقل للجروب إي والسؤال الأخير بالتاريخ عن زحلي: من هو صاحب جريدة البردوني وابن زحلي الذي أصدر الديوان العرفي حكماً بإعدامه غيابياً؟ مين لحكم بالإعدام غيابياً؟ أهم شيء إنه جريدة البردوني. طب يعرفوا؟ في جواب؟ هاتكم مش محضرين التاريخ. ما في الا مريان محضره منيح. اسكندر رياشي. رياشي الصحفي التائه. صح. صح. علامه بعلامه. صار معهم 10 جي و6 الاش. من تابع مع جي والسؤال: استنتج الكلمه الناقصه من خلال القافيه والمعنى. اول سؤال بالتحليل الشعري: خففي يا هموم عن كبدي فكفاني ما فت من جلدي، يا لأمس كم فيه من غصص وليومي فما يكن فما يكن. بعدها تنتهي ب دي. دي هذا لفوزي المعلوف. أبدي انتبهوا على المعنى، ببين معكم شو الجواب. شوفوا هيكون ضايعين بكلمه يكنوا، هي هتكون اصلا ما يكونوا، ينكسر البيت. يحق للشعر ان يكن ومن ماذا؟ فما يكون شو؟ لا دي يلا ما في جواب. ابدي ابدي يمضي. لا فما يكون غدي. شو بكون؟ ما عم بقول لكم امسي بيكونوا غدي. بلش بالامسي، شو عكس الامسي؟ غدي. دائما نفكروا بهيك، بكل بيت شعر فيه بيكون كلمة بتنقط كلمة. منتابع مع القاش والسؤال الأول بالتحليل الشعري: استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. يا لها فرصة مضيعة سخت مرة ولم تعدي، كنت فيها قرب السعادة لو شئت طوقت جيدها. بس شو معنى كلمة جيد؟ العنق. جيد الرقبة، العنق. العنق كمان لفوز المعلوف، للشاعر فوز المعلوف. أكيد كلهم شعراء من زحلة. بدها تنتهي بدي كمان. شو يا جوال؟ بيدي. بيدي يا جوال. أكيد. برافو. علامتين لإلكم، صار معك 8 علامات. برافو. السؤال هلا للإي: استنتج الكلمة الناقصة من خلال المعنى والقافية.
قربي كثارتي من مضجعي، إنها تشفي من القلب السقامة، ودعي أوتارها تشدو معي نغما يحمل بردا. و بدها تنتهي بما؟ هذا البيت للشاعر نجيب أبو سليمان. صح، نجيب أبو سليمان من زحلي. انتبهوا شباب، تنتهي بما؟ بردا وشو؟ أنغامة؟ لا، هي الياس. شو بيحمل؟ ما بتعرف. شو بيحمل يا جوان؟ كمان ما بيعرف. بيحمل سلام، سلامة. سلامة بيحمل. بسيطة. منتابع مع الجروب جي. والسؤال الثاني بالتحليل الأشعري. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. ها جناح المساء يحضننا، فاصمتي يا مياه واتئدي، هو رب السكون فاحترمي صمته، إن صمته. للشاعر فوزي معلوف. إن صمته شو؟ بدها تنتهي بدي. ما تنسوا في سكون. فكروا، انتبهوا للمعنى. فأتي بقول أبو. فإن صمته شو بيكون؟ شو الجواب؟ أبدي. صح، أبدي. أبدي صح. فيك منتبه مع القاش. والسؤال استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. لهيكلي باخس سر عجيب، به سر الطبيعة وقد تفسر، به القدماء قد سكروا بخمر، ونحن الآن من مرآه. هيدي للشاعر عيسى اسكندر المعروف، عم بيحكي عن معبد باخوس. باخس يعني باخوس ببعلبك، باكوس ببعلبك. مش هناك قالكم القدماء قد سكروا، هو إله الخمرة. بدها تنتهي بر وسكون. إذا ركزتوا على المعنى بيطلع معكم جواب. لهيكل باخس سر عجيب، به سر الطبيعة وقد تفسر، به القدماء قد سكروا بخمر، ونحن الآن من مرآه نسكر. 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 برافو يا جواب. ولا علمتين لإلكم، صار معكم 10 علمات. منتبه مع الإي. والسؤال بالتحليل الشعري، لازم تشدوا همتكم. استنتج الكلمة الناقصة من خلال القافية والمعنى. واذكريني مرة في كل عام، حينما يبسم زهر الياسمين، وانشقي من طيه نشر الغرام، فيه تبعث روح. هيدي هيدي العاشقين. العاشقين. برافو برافو، أول علمتين لإلكن. برافو. بدكن زقفة ها؟ منتبع مع جي. والسؤال الأخير بالتحليل الشعري. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. قبلة في وأطيب الهوى ما ببال تطبع
تمر ولا. معكم دقيقة لتعيدوا ترتيب هيدا البيت للشاعر خليل فرحات. انتبهوا على التحريك. قبلة في وأطيب الهوى ما ببال تطبع تمر ولا. يلا قرروا بسرعة، خمس ثواني. مين بده يعطيني الجواب؟ وأطيب ما في الهوى قبلة تطبع ببالا ولا تمر. لا تمر ببالا ولا تطبع. مر. تمر ولا تطبع ولا تمر ببالا. تمر ببالا. يلا صباح. وأطيب ما في الهوى قبلة تمر ببال ولا تطبع. برافو صح. علامة لإلكم، صار معكم ثلاث علامات. برافو. السؤال للقش، رجعتوا أعطيتوا الطريقة تبعه وكملتوا. أعد ترتيب هذا البيت من الشعر المبعثرة كلماته. الذمام فنحن عهدا على نصونه. انتبهوا على التحريك شباب وصبايا. وهنا اضطرابا فلا نحس ولا. الوهن يعني التعب. الوهن التعب. فسلكم شو يعني الوهن. هذا البيت للشاعر ريمون جان أسيس. ريمون جان أسيس من زحلة كمان أكيد. التعب على الزمام. الزمام يعني على زمتك. الذمام فنحن عهدا على نصونه. وهنا اضطرابا فلا نحس ولا. عرفتوها؟ فنحن نصون عهدا على الزمام. نصون عهدا. لا يا جواد، عندكم جواب؟ يلا قولوا. نصون عهدا على الزمام كمان. لا لا مش هيك. فنحن على الزمام نصون عهدا فلا نحس وهنا ولا اضطرابا. فلا وهنا نحس ولا اضطرابا. لو السؤال لإلك كان معقول يعطيك العلامة أستاذ كمال. بس قلتي فلا نحس وهنا انكسرتي خلاص ومحول السؤال. منتبه مع آخر سؤال بالتحليل الشعري، والسؤال لجروب إي. أبوحة أبيت أن به حبي خانني النات النظر قلبي. هذا البيت للشاعر الأولى عن أبو حبيب يواكيم. أولى يواكيم. خانني شو؟ النات أبيت به بحب. النات النظر قلبي. أو حبي به. النات الصوتي، النات الغداء، الزعل.
أنين إيه؟ فيك تسميه أن جمع أنين. شو يا جواد بين معك؟ يعني أنات قلبي خانني. أبيت أن أبوح حبي به خانني النظر أن أنات قلبي؟ أبيت شو؟ أن أبوح حبي به. بها. عمكم جواب؟ شو جواب؟ أبيت أن أبوح به حبي. أنا لا غلط. عم تبعتوا لا ما. أبيت به أن أبوح حبي خانني. أبيت حبي. أبيت حبي أن أبوح به أنات قلبي خانني النظر. مع انتهاء الفقرة الأولى من التحدي الثقافي الكبير أريكا، بذكر بالعلامات. جروب جي معهم 12 علامة، جروب أش معهم 10 علامات، أما جروب إي فمعهم 3 علامات. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير أريكا. مع بداية الفقرة الثانية من البرنامج بذكر بالعلامات. جروب جي معهم 12 علامة، أما أش معهم 10 وإي معهم 3. نبدأ مع جي، والسؤال الأول بكرة القدم. من هو اللاعب الذي أدخل طابة الترجيح الرابحة في أولمبياد 2016 بين البرازيل وألمانيا؟ نيمار. صح نيمار. علمتين لإلكن، صار معكن 14 علامة. سؤال للأش. من هو الإسباني مدرب فريق مانشستر سيتي بكرة القدم صيف 2016؟ إحنا بنعطيكم شباب جنسيته من هين لكم. مين مدرب فريق مانشستر سيتي؟ مانويل بيليغريني. لا. بيب غوارديولا. بيب غوارديولا. صح. علامة لإلكن، علامة للإي وعلامة للجي. ومنتابع مع الإي. والسؤال كمان بكرة القدم. من هو الإسباني الذي أصبح صيف 2016 المدرب الجديد لمنتخب بلجيكا بكرة القدم؟ عائلته عندكم الاسم؟ انريكي، لويس انريكي. لا. كارلوس انشيلوتي. مارتينيز. مارتينيز. الجواب هو مارتينيز. منتابع مع جي، والسؤال الثاني بكرة القدم. من هو المهاجم البلجيكي الذي تعاقد مع نادي كريستال بالاس الانجليزي صيف 2016؟ بنتيكي. صح علامتين لإلكن، صار معكن 17 علامة. السؤال للأش. من هو لاعب وسط ريال مدريد الذي قرر الرحيل عن النادي صيف 2016؟ ساعدوا لجوال. رودريغيز. صح يا جواد، علمتين لإلكن، صار معكن 12 علامة. السؤال هلا للإي. مع أي مهاجم فرنسي تعاقد نادي أتلتيكو مدريد لمدة 4 سنوات صيف 2016؟ أنطوان غريزمان. نعم. أنطوان غريزمان. نو. لا. أنطوان غريزمان. لا.
في عندك جواب؟ الجواب هو كيفن جاميرو. شباب انتوا ضعتوا ما انتبهتوا على الاربع سنوات. اوكي استاذ كمال بحب يصعب شوي الاسئله من وقت للتاني. مريت مش كثير لانه بكره القدم انتوا الملوك فبصعب عليكم. منتابع مع الجي وسؤال كمان بكرة القدم. من هو حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي صيف 2016؟ دوناروما. دوناروما. لا. دييغو لوبيز الجواب. دييغو لوبيز. منتقل للجروب أش والسؤال كمان بكرة القدم. من هو لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب ايطاليا صيف 2016؟ ماركو فيراتي. صح. علمتين لكم، صار معكم 14 علامه. منتابع مع الاي والسؤال بكره القدم. من هو حارس مرمى مانشستر سيتي عام 2016؟ كلاودي برافو. مش عم تزبط معي. بيتر تشيك. الجواب هو جو هارت. منتابع مع جي وأول سؤال بالسينما والفن. من هي بطلة فيلم باري لندن الذي أخرجه ستانلي كوبرغ عام 1975؟ أونوريا. ما فيك تجاوبي. باتريك ماجي. حمسي تلتجاوي. مين بده يجاوب؟ باتريك ماجي. لا. في جواب عندكم؟ سوري، الشخصية أو الممثلة؟ من هي بطلة الفيلم؟ يعني الشخصية. إيه؟ ليدي أونوريا لندن. من الممثلة؟ من الممثلة؟ الممثلة، بس الشخصيات. ماريسا برنسون. منتابع مع الأش والسؤال الأول بالسينما والفن. أخرج هيتشكوك عام 1976 فيلما من بطولة بارسي فوستر وآن ماسي، ما اسمه؟ عندكم جواب؟ ما في جواب. في جواب؟ ما في جواب. في جواب؟ الجواب هو فاميلي بلوت. منتابع مع الإيه والسؤال. من هو بطل فيلم The Color Purple الذي أخرجه سبيلبرغ عام 85؟ عرفت الجواب؟ حافظة اسم الشخصية ألبرت. داني جلوفر. صح. علامة بعلامة، علامة للأش وعلامة للجي. منتابع مع الجي والسؤال. من هي بطلة فيلم The Color Purple الذي أخرجه سبيلبرغ عام 85؟ مين البطل؟ سؤال المرأة، مين البطل؟ هلأ مين البطل؟ هيدا نسأل. أنا الوحدة بطل. عندكم جواب؟ بالأول بلشنا بالبطل، هلأ بالبطلة. ميراي هاملتون. ووبي جولدبرغ. ووبي جولدبرغ. أوفرا وينفري. أوفرا وينفري. منتابع مع الأش والسؤال.
أخرج سبيلبرغ عام 1989 فيلماً من بطولة شون كونري وهاريسون فورد، ما اسمه؟ عندكم جواب؟ انديانا جونز اند ايه انديانا جونز اند على الميكرو بس انديانا جونز اند ذا تمبل اند ذا لاست كروسايد صح صح علمتين لكم صار معكم 17 علامه هيك بيكون صار في فرق بينكم وبين الجاي علامه السؤال للي من هو بطل فيلم هيتشكوك جي تو فو الذي اخرجه عام 62 خلص الوقت في جواب عندكم جواب ما عندك جواب الجواب هو جون فورست منتبه مع الجي والسؤال هلا عن الرحابله اكمل هذه الاغنيه لفيروز من مسرحيه ناس من وراء للاخوين رحباني قل لي يا قلب احكي لي يا قلب لحنوها لا تعرفوا تكفوها ما في جواب في جواب في جواب الجواب هو بنطر الجرة يما بنطر الحب منتبع مع القش والسؤال اللي معقول يخليكم تسبقون بعلامة أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية الشخص للأخوين رحباني رايتك منصوبة والذهب ميزانك تعرفوها للغنية لازم تعرفوها للغنية غنوها لتعرفوها شو؟ في جواب؟ مش تطلعي فيه في جواب؟ في جواب؟ في جواب؟ الجواب هو عملني لعوبة واحملني على حصانك كنت بغني لكم إياها بصوتي ما بيقطع منتابع مع الإيه؟ والسؤال كمان عن الرحابنة أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية ناس من ورق للأخوين رحباني ودقيت على الشباك بعد سنين شفتن فتح كيف بعدك هون خلص الوقت مش هي؟ في جواب؟ مريان بين قعدتي عقلي يا مريان في جواب؟ إذن الجواب هو قال علمتني حلوة الحلوين انفليت اترك عطر بهالكون مع انتهاء الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير أوريكا بذكر بالعلامات 18 علامة للجي 17 للقش و 4 للإي لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثالثة والأخيرة من التحدي الثقافي الكبير أوريكا مع بداية الفقرة الثالثة والأخيرة نذكر بالعلامات
الجي معهم 18، الأش معهم 17، أما الإي فمعهم 4 علامات. نبدأ مع الجي، والسؤال الأول بسرعة البديهة. استعمل الرقم 2 8 مرات لتحصل على العدد 8976. بدكم تستعملوا الرقم 2 8 مرات. فيكم تستعملوا مثل ما بدكم، حط بعضهم 3 4 5 انتوا فكروا. بتضربوا بتجمعوا بتقسموا. شو الجواب؟ عندكم جواب؟ 222 زائد 222 ضرب 4. ما حتوصل للجواب. اش عندكم جواب؟ شو يا جوال؟ 22 ضرب 222 نرجع تطلعنا 4404. لا 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 كمان لا. 2222 اوكي ضرب 2 4444. وقفت هون. الجواب هو 2222 زائد 22 بيعطينا 2244. 2 ضرب 2 بيعطينا 4. برجع بضرب 2244 ب 4 بيعطيني 8976. سؤال للقش. استعمل الرقم 3 8 مرات لتحصل على العدد 3663. معكم دقيقة لتعطوني الجواب. أنا بهالوقت بحب أشكر كل اللي ساهموا معنا لإنجاح هيدا البرنامج، من جاردينيا جراندور، بوبينز، إيتيل شوكولا، ماستر، والمنتجع السياحي زون جيت. ثلاثة آلاف وثلاثمية وثلاثة وثلاثين. أوكي. بلس 333. أوكي. موان 3. برافو. برافو. علامتين لإلكن. هيك بكون صار معكن 19 علامة وبتتقدموا على الجي. السؤال هلا للإي. استعمل الرقم 9 7 مرات لتحصل على العدد 10089. معكم دقيقة لتعطونا الجواب. الرقم 9 7 مرات. اوكي 999 ضرب 9 الرقم زائد 99 زائد 9. عندك جواب؟ جواب. شو الجواب؟
9999 زائد 9 ضرب 9 81 بيطلع لنا 10080 زائد 9 10089. عيدة؟ بدك تستعمله 7 مرات. استعملته 8 مرات. لا 9 ضرب 9 هودي 2. لا 9 ضرب 9 ايه 81. اوكي. واربع مرات 9999. ايه هودي صار ايه شو عملت؟ جمعتهم؟ جمعتهم. جمعتهم مع مع الاربع تسعات كفي. ايه الناتج بتجمعه بتسعة. الناتج تجمعه بتسعة. نعم. بيطلع 10089. والله اعطيني غير ميثود على فكرة. خلينا نشوف خلينا. في طريقة ثانية. في طريقة ثانية. في الجيب بعد ما اعطونا الرقم. في طريقة ثانية، معنا الطريقة الثانية. خلص ستروتار ما كتبوها حتى معكم طريقة ثانية اعطوني اياها. انا طريقة ثانية. 9999 بلس 90 هي 99 ناقص 9. 99 ناقص 9 على فكرة ايه. والله سلم هنيكم. جواب استاذ كمال بنعمل 9999 زائد 99 بيطلع 10098 ناقص 9 بصيروا 10089. برافو يا جواد، علامة لكم، صار معكم 20 علامة. اعطونا طريقتين حلوين الشباب عفاهم خصوصا جواد. منتابع مع الجي والسؤال، ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد التالية ولماذا؟ 1728 4913 729 2844 4096. معكم دقيقة لتعطونا الجواب، إذا أعطيتونا طريقة غير استاذ كمال أنا نزيد لكم علامة. لو ما علقيكت قلت لك نزيد لهم علامة لنشجعهم. قرب الوقت ينتهي، خلص الوقت. عندكم جواب؟ ما في جواب. في جواب؟ 4913 لأنه بينقسموا هوديك كلهم على ثلاثة إلا هيدا الرقم. بهالوقت رح يتأكد استاذ كمال إذا مزبوطة تكون أنا شفت الجواب هون، لأن طريقة استاذ كمال غير. وفي كمان سبب تاني وهو أنه مجموع الأرقام بهوديك ما بقى تجمع. هديك أول واحد مجموع ما بناخد هيك. شو كمان؟ كلهم على 3 الا 4913. كلهم بينقسموا على 3 ما عدا ال 4913. بدنا ننطركم شوي بس تنتاكد اذا صح. لانه طريقه استاذ كمال بتقول انه 2844 وكلها مكعب تام ما عدا هيدا الرقم. شو يا استاذ كمال مزبوط؟ لا طريقه استاذ كمال غير. ايها اللي قلتوا لي بتطلع 4913. طيب اذا طلعت ب 2844 تنقسم على 3 ما هو مجموع 18 بينقسم على 3. ما بدنا المجموع، ما بتنقسم على 3 يا شباب. الترمين باركاتر، لكن كلكم غلط. كلكم غلط لانه اعطيته ال 4913 مش ال 96. انت لما بدك تقول لي 2844 لا هو قال 4913 بس قال كل هوديك بينقسموا على 3. ما الرقم بينتهي ب 4 اللي با ديفيزيبل بار 3 باللوجيك. كيف كون كلهم ديفيزيبل بار 3؟ دونك غلط للكل. لكن الجواب هو مثل ما قلنا كلها مكعب تام ما عدا ال 2844. يعني 1728 بيعطيني 12، 4913 بيعطيني 17، 729 بيعطيني 9، 4096 بيعطيني 16. كلهم كيوب بارفي من عدا واحد منه كيوب بارفي. سؤال للقاش، ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد التالية؟ 161 224 287 441 و641.
معكم دقيقة بس عفوا بهداك 2844 هلا بلشنا بالهيدا الجديد، حد الجديد بعدين بنروح على القديم. الرقم 224 هو الرقم الوحيد اللي بينقسم على اثنين. الرقم الوحيد اللي بينقسم على اثنين؟ صح. نعم. بعتقد بده يطلع مظبوط يا استاذ كمان. ايه هي طريقة تانية. طريقة تانية. هي غير طريقتي بس هنيك. كمان بالأول. لا خلينا نسيل الأول، هيدي الطريقة التانية فينا ناخذها سيلوجيك. يعني بيطلع لهم علامتين. غير طريقة، أخذ علامتين. صار معهم 22. في طريقة تانية أنا عملها. طريقة تبع استاذ كمال هي بتقول إنه كلهم بينقسموا على السبعة ما عدا 641. صح. 161 بيعطيني 23، 224 بيعطيني 32، 287 بيعطيني 41. تريبيا بهنيكم، أخذتوا غير ميثود وأهين. شكرا. أوكي. منتابع مع الإيه. والسؤال. ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد التالية ولماذا؟ 1728، 4096، 4813، 6859، 3375. كمان معكم دقيقة لتعطونا الجواب. جربوا لقوا طريقة هي من طريقة استاذ كمان. والله بهنيهم في الشباب عم يعملوا عن جد. عم بلاقوا طرق أهي من طرق. عم بحس إنه في كثير من هالشباب يا ذكية عندهم اسبريس. يلا بس. اسبريس فيك للمات أكثر من غير ماتيار حسين. مظبوط. لا مش لقلكم السؤال لتعطوني الجواب. ضبوه لنشوف إذا عرفوا الإيه. شو؟ ما عرفوا الإيه. ما عرفوا الإيه. الإيه مقصرين اليوم. عندكم جواب؟ شو الجواب؟ الرقم 3375 هو الرقم الوحيد بينقسم على خمسة. كمان والله يخبزوك تجيب لي كل شغلة بتدور. وفي يمكن وفي طريقة تانية بتصور بتصور ما ماني واثق. 1728 هو الرقم الوحيد بينقسم على ستة. ماني واثق. لا لا اول وحده نحن مأكدين منها. اول وحده ايه اول وحده علامه وبيطلع لكم صار معكم 23. الجواب تبع استاذ كمال هو 4813 كلها مكعب تام ما عدا هيدا الرقم. طريقتي اكيد اصعب مكعب تام. لقوا طريقه اهين واسرع. بهنيكم والله شباب. ميرسي ميرسي. منتابع مع الجي والسؤال بسرعه البديهه. صنع المرء وإنتاجه مثل الكرم البسياجه من يوم اللي عم يولد حتى يموت بيحتاجه عن ماذا يتحدث الشاعر؟ الشاعر اسمه أحمد السيد كمان من أهم شعراء سجل لبنان. تبو صنع المرء وإنتاجه من يوم اللي بيخلق ليوم اللي بيموت بيحتاجه، شو هو؟ بس شو معنات مثل الكرم بسياجه؟ يعني محاوطه مطوقه. اوكي. في التنطور او شيء. مثل ما البسياج بيطوق الكرم. الجواب ولا اسهل وقتها تعرفوا. دقيقة. المال اسمه الاتيام من انتاجه هو بينجو اسمه هو بينجو انتاجه عايزه يخلق بس المال ايه؟ مين مش مثل الثياب بطوقك مثل السياج بعمل لك بطوقك مثل السياج ثيابك مطوقينك مالك بطوقك تحط ميل هيك حوالي ما بتاخذهم معك لا ما كل كلمه أنا معنى ما حدا اخذ علامه. منتبه مع القاش
والسؤال الأخير بسرعة بديها. عاش يهواها ولكن في هواها يتكتم، كلما أدنته منها لاصق الثغرة وتمتم، دأبه التقبيل لا ينفك حتى يتحطم، عن ماذا يتكلم الشاعر؟ عاش بيهواها. فينا نرجع نعيدها بس. عاش يهواها ولكن في هواها يتكتم، كلما أدنته منها يعني قربته، يا عين عليك، لاصق الثغرة وتمتم، دأبه التقبيل لا ينفك حتى يتحطم. سيجارة يتحطم. سيجارة سيجارة لا لا خمرة الأكل الأكل تقبيل فنجان القهوة فنجان القهوة عتمك عم بيبوسك شو عم بيعمل يديك بيتحطم الخمر ما بيتحطم السيجارة ما بتتحطم إلا وقتها ينكسر كيف بيتحطم الخمر بيوقع بينكسر بيتمتم يعني أنت بس تحطيه عتمي بصير يدق على شفافي بيتمتم آخر سؤال بسرعة البديهة للإي صانعها مصمم عيوق نياله منها مرزوق لما بتلبسها بصير اسمك من بيت المشنوق عشو عم يتحدث الشاعر كتير هينة كرافات كرافات برافو عفيت الكرافات صح الكرافات طلع في نص مشنوق أنا هلا علمتين لإلكن صار معكن ست علامات بنهاية الفقرة الثالثة والأخيرة بذكر بالعلامات جروب جي معه 18 علامة أما جروب أش جمعوا 23 علامة وجروب إي ما حلفون الحظ اليوم جمعوا 6 علامات منقول ألف مبروك للجروب أش ثلاث فرق شاركوا معنا فريق منهم حصل على المجموع الأكبر من العلامات وهو الفريق أش واللي تأهل معنا للمرحلة الثانية تحية لكل المشتركين ومنذكر دايماً أنه كل مشترك ربحان وبنفس الوقت ربح المشاهدين عبر شاشة تلفزيون لبنان علم ومعرفة وثقافة والتحدي الأكبر لكل الشباب والصبايا أنه شاركوا وقبلوا التحدي تصبحوا على ألف خير